لو معاك اندرويد عادي خالص وقررت تجيب ابل، او اوريدي كان معاك ابل اصلا فقررت تجيب فون اندرويد كده هادي بما انك اتخنقت من نظام ابل خالص، بتجيب لك مشكلة ازلية حرفيا وشبه ملهاش حل. ازاي تنقل الواتساب بتاعك من الايفون للاندرويد والعكس بالمحادثات والصور وكل الداتا حرفيا. الموضوع كبير ومليان تفاصيل حرفيا، ولكن النهارده هخليك تنقل واتساب واتساب بيزنس ولاين وجي بي واتساب كله ده من اندرويد للايفون او العكس في خطوات بسيطة جدا وسهلة جدا، وحرفيا مش هتحتاج غير اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك، برنامج بسيط والجهازين يكونوا معاك وتوصل كل منهم بوصلة USB للكمبيوتر. بس كده تعالى بقى على الكمبيوتر نشوف الخطوات عمله وكده، ايه الموضوع سهل وبسيط. وبعد ما دخلنا على الكمبيوتر بتاعنا مش بنضيع اي وقت وبنفتح المتصفح بتاعنا وبندخل على طول على اللينك اللي بيكون في صندوق الوصف، وبندخل على اللينك اللي بيكون موجود في صندوق الوصف والبرنامج بتاعنا سهل جدا وبسيط وعمليه التحميل بسيطه، بنضغط على داونلود ناو وممكن تقرا كل المزايا الخاصه بالبرنامج بتاعنا. وعلى فكره هو متاح للويندوز والماك واندرويد والاي او اس كمان، هنعمل له داونلود ناو بالشكل ده، بتبدا عمليه التنزيل بشكل مباشر. ده شكل البرنامج بتاعنا، بنبدا عمليه التسطيب عادي خالص، بنضغط على كلمه انستال بالشكل ده، بتبدا عمليه التسطيب، ما بنعملش اي حاجه حرفيا غير بننتظر مش اكتر. بعد ما بتتم عمليه التسطيب بتظهر معانا الواجهه الرئيسيه للبرنامج بتاعنا، حرفيا بتعمل ترانسفير او باك اب لكل برامج السوشيال اب، يعني الواتس والواتساب بيزنس ولاين وجي بي واتساب. يعني انا مثلا في تجربه النهارده عندي تطبيق واتساب بيزنس وموجود على الايفون وعايز احطه على جهاز اندرويد، هنعمل ده ازاي؟ هنشوف ده مع بعضينا في خطوات بسيطه جدا حرفيا. بعد ما بنوصل الاجهزه بتاعتنا عايزك تركز لان الخطوه دي بتختلف من جهاز لجهاز، بمعنى ان جهاز السورس ده هو الجهاز اللي عليه نسخه واتساب بيزنس، فهضغط كده. انا بالنسبه لي نسخه الواتس على جهاز ريدمي بالشكل ده، تمام. الجهاز اللي هعمل عليه التارجت الجهاز اللي هتروح له الداتا بتاعه الواتس، فانا بالنسبه لي الايفون، ايفون كيرو بالشكل ده. هنا عندك اختيارين، ترانسفير وترانسفير اند ميرج. ترانسفير هينقل الداتا من السورس المصدر للجهاز التاني وبس كده، ترانسفير اند ميرج هينقل ويعمل دامج، هيفضل محتفظ لك بنسخه من الداتا بتاعتك. فانا هضغط على ترانسفير على طول بحيث الموضوع يكون اسرع، حتى هو كاتب لك بيكون اسرع، عمليه النقل بتكون اسرع هاي سبيد. وهنا بياكد عليا احنا هنمسح الداتا بتاعتك، لو عايز الداتا تتحفظ اختار ترانسفير اند ماريج اوكي. فانا هقول له اوكي ماشي مفيش مشكله. في الخطوه دي بتظهر معاك الشاشه الاسترشاديه فيها الخطوات اللي انت بتعملها بالظبط، بيقول لك لو انت مشغل التشفير تماما اعمل له ايقاف. ايه هو التشفير تماما؟ بتدخل على الوصف بالشكل ده، ومن الوصف بتاعك بتروح على الاعدادات، بعدين الدردشات، بعدين النسخ الاحتياطي. هنا التشفير تماما هتلاقيه متوقف، هو عايز يكون ايقاف اوريدي تمام، فبقول له كلوز. بعدين في الخطوه دي بيقول لي انت هتبدا تعمل له تنشيط تيرن اون، فانا بضغط على كلمه تشغيل بالشكل ده، بعدين بقول له نيكست، بعدين بقول له استخدام مفتاح تشفير مكون من 64 رقم، بعدين بقول له انشئ مفتاح تشفير. بيظهر قدامي الكود اللي على الشاشه ده، بعمل له اسكان من على الكمبيوتر بالشكل ده، فهمني هو بيعمل تحقق كده. الكمبيوتر بتاعك بيعمل اسكان لشاشه الفون نفسه، بعدين نكست كده الكمبيوتر وصل للكود بتاعك وبيكمل عمليه التحميل بالشكل ده. وحرفيا بعد مجموعه من الخطوات البسيطه قدرت انقل الواتس من جهاز اندرويد عادي للايفون اللي قدامكم بالشكل ده، والواتس بيفتح معانا وزي ما انتم شايفين كل الدردشات والرسائل بتاعتي بتكون موجوده حرفيا، الواتس رجع زي ما هو، عمليه نقل كامله زي ما انتم شايفين. ولو رجعت فتحت الواتس هنا طبعا بيقول لي تم تسجيل خروجك. حرفيا انا مش يعني كل المحادثات حتى الرسائل اللي جت بتاريخ اليوم بتاريخ الوقت ده ما زالت موجوده، كل حاجه موجوده. لو دخلنا على محادثه معينه بشكل عام وقلبنا كده ومشينا كده كل المحادثات موجوده، كل الداتا بتاعتي موجوده. طبعا برنامج بالسهوله دي والسلاسه دي والخدمات دي فاكيد مدفوع، فتعال نشوف اسعار البرنامج وكمل معايا الفيديو لان هختار 3 من الكومنتات ياخدوا البرنامج ببلاش حرفيا لمده 30 يوم. حرفيا لو قررت تشتري البرنامج في الوقت ده انت هتكون من الناس المحظوظه فعلا، لان الوقت الحالي فيه خصم 50% غير الهديه اللي انا جايبها لك. بمجرد ما بتضغط على باي ناو بيقدم ليك خطط اسعار في طبعا بيزنس، لو انت واخد الموضوع ده بشكل تجاري على سبيل المثال انت شغال في المجال ده وبتجيب لك المشكله كل يوم
فبتاخد سعره مناسب ليك، والعدد اجهزه كبير حرفيا، فمديك حرفيا بيست فاليو، هي افضل قيمه انك تاخده ب $29 لمده شهر. لو ضغطت على باي ناو هتشوف المفاجاه الثانيه اللي انا جايبها لك. المفاجاه اللي انا جايبها لك بعيد عن الخصم اللي بيعادل $23 في الوقت ده، انت كمان هتقول له ان انا عندي كوبون، وبتحط الكود اللي هسيبه لك في صندوق الوصف، بعدين بتعمل تاكيد علشان تاخد كمان خصم $4.50، ويتحول معاك السعر من $61 ل $34 بس. وطبعا متاح الدفع بكريدت كارد او باي بال او فوري او جوجل باي اللي يناسبك. اظن كده بيجي قدامك كل التفاصيل وحتى كود الخصم اللي موجود في الوصف. لو انت عايز تاخد البرنامج لمده 30 يوم كاملين ببلاش، مش مطلوب منك غير تعمل كومنت وشير ولايك للفيديو بس كده، والكمبيوتر هيختار 3 بشكل عشوائي من الكومنتات، هبعت ليهم كل تفاصيل البرنامج حرفيا. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده.